أهلا بكل حضراتكم، احنا هنعمل معاكم قراءة كده سريعة لكل أحوال الطقس النهاردة على كل محافظات الجمهورية، لأنه احنا عارفين أنه الأجواء يمكن الفترة دي مش مستقرة أو خلال اليومين اللي احنا فيهم دول. فعلى هذه الشاشة بنقرأ معاكم يعني حالة سقوط الأمطار، ممكن تكون الساعة كام بالظبط كثيفة، وإمتى السحب الرعدية ممكن تقل. وخلينا نبدأ مع اسكندرية. احنا دلوقتي بنكلمكم بالمناسبة وتقريبا الساعة 1 الظهر، يمكن على اسكندرية في شوية أمطار خفيفة، لكن على القاهرة احنا عندنا هو الجو شمس، مفيش أمطار ومفيش أي فرص لأي رعد أو سحب أو غيوم كثيفة. لكن على دمياط نشوف ان في امطار، على بورسعيد كمان في امطار متوسطة، بننزل اكتر لشمال الدلتا عندنا طنطا مفيش امطار على الاطلاق، في هدنة من الامطار، المحلة الكبرى نشوف فيها امطار خفيفة جدا جدا، ننزل اكتر لمدينة الاسماعيلية وفيها امطار خفيفة متوسطة مع رياح بسيطة، والزقازيق نفس الكلام وبنها أمطار خفيفة متوسطة. طبعا لو انتقلنا لي زي ما قلت القاهرة، السويس، الفيوم، لازال الجو مشمس ومفيش أي فرص لمفاجآت زي أمطار أو غيوم رعدية وما شابه. طيب خلينا ننتقل على الساعة 2 تقريبا، ممكن يكون الجو شكله عامل ازاي. طيب على الساعة 2 بتبدأ الأمطار تخف شوية من الإسكندرية، بتبدأ تزيد جدا في دمياط وبورسعيد، وبننزل شوية أكتر لدمنهور بتخف تماما، المحلة الكبرى، بلقاس، كرنس، طنطا مفيش فيها أمطار تماما، لازال الجو يمكن مستقر جدا. الزقازيق فيها أمطار خفيفة، الإسماعيلية الأمطار خفت حاجة بسيطة لكن يمكن فيها شوية رياح ومفيش تكتلات للسحب أو مفيش رعد على الإطلاق. القاهرة بتبدأ شوية أمطار خفيفة لكن لازال الطقس والجو مستمر في انه يكون كويس. السويس طبعا الجو كويس جدا، العين السخنة الجو كويس. وخلينا نشوف الساعة 3 ممكن يكون الجو على محافظات الجمهورية اتغير لإيه. اسكندرية الأمطار فيها توقفت لكن فيها شوية رياح، واضح انه في تكتلات للسحب بعد كده هتفصح يمكن عن رعد، هنشوف كمان ساعة الجو يبقى عامل ازاي. دمياط الأمطار فيها توقفت وأخدت هدنة، أما بورسعيد شوية الأمطار هديت لكن مازال في شكل من أشكال الرياح بسيط. عواصف رعدية زادت في كفر الشيخ، بدأ يكون في رعد وبدأ يكون في أمطار بشكل كبير، واضح إن العاصفة بدأت تزداد على كفر الشيخ نفس الكلام. بالنسبة لطنطا بدأت يكون فيها تكتلات للسحب وبدأ يكون في أمطار واضحة بشكل كبير. بننزل للزقازيق فيها أمطار لكن متوسطة نقدر نقول، بنها أمطار خفيفة جدا، والإسماعيلية بيتوقف فيها الرعد وبيتوقف فيها الأمطار. القاهرة لازالت حتى الآن مفيش فيها أمطار، لازال مفيش فيه أي مقدمات لأي عواصف. الفيوم، المنيا طبعا كل ما بننزل أكتر كل ما بيكون الجو أكثر حرارة. طيب بعد ساعة من الوقت ده ممكن تكون محافظات القاهرة الجو فيها عامل ازاي. الساعة 4 وخلينا ننتقل تاني وبنبدأ من اسكندرية، لان يمكن دايما بيبقى اسكندرية فيها بداية النو. خلينا نقول اسكندرية بدأ يكون في بدايات لعواصف رعدية لم تكشف عنها حتى الآن، لكن واضح عندي هنا تكتلات خفيفة وفي أمطار خفيفة جدا في اسكندرية. عندنا في دمياط في أمطار شديدة، الكفر الشيخ أمطار خفيفة جدا، دمنهور كمان أمطار خفيفة يعني مش مؤثرة على الإطلاق، طنطا فيها أمطار شديدة، والزقازيق بنها تقريبا انعدمت عنها الأمطار، لكن خلينا نشوف برضو في الساعات القادمة ممكن يكون الوضع عامل إزاي. واضح إنه الجو بيستقر شوية بيهدى شوية وبيرجع تاني ينتفض أو يتغير مرة أخرى. الإسماعيلية بدأ يكون فيها عواصف رعدية والأمطار لازالت مستمرة بشكل متوسط. القاهرة فيها رياح أكثر شدة وأمطار خفيفة جدا يمكن لا تذكر. ده الساعة 4 لطقس النهاردة. الساعة 5 ممكن يكون الطقس عامل إزاي. طيب اسكندرية بيزيد عليها الرياح زي ما هو واضح قدامي، وبتزيد نسبة الأمطار مرة أخرى بشكل كبير جدا جدا. دمياط الأمطار فيها خفت بشكل واضح،
أما بورسعيد، أهل بورسعيد في الأمطار بتنعدم عندهم تماما، الأمطار توقفت والسحب الرعدية توقفت، الجو بقى صافي، وبورسعيد كده نقول نقدر نقول انها اخذت هدنة من الامطار. لو نزلنا شوية لشمال الدلتا عندنا طنطا، عكس الساعة اللي فاتت الامطار هديت كتير، ده منهور ان عدمت فيها الامطار. بالقاس دكرنس تقريبا ما فيش امطار. اما لو نزلنا شوية لإسماعيلية امطار شديدة جدا، وفي واضح تكتلات وتجمعات للسحب، اعتقد انها تفصح عن عواصف رعدية الساعة القادمة. الزقازيق فيها أمطار شديدة جدا جدا، أهل الزقازيق يخلوا بالهم. بنها كمان في أمطار متوسطة، وفي بدايات لتكتلات للسحب كمان، واضح أنها تكون عواصف رعدية أو مشابه. أما أهل القاهرة لازلت بأكد أنه الساعة 5 هيكون مفيش لا طقس سيء، مفيش عواصف رعدية أو مفيش أمطار، لكن خلينا نشوف الساعة القادمة يكون فيها إيه. بالمناسبة أهل الفيوم عندهم فرص لأمطار خفيفة جدا جدا، لكن لازال الطقس نقدر نقول المستقر. الساعة 6 محافظات القاهرة هتشهد طقس شكله إيه؟ طيب القاهرة هنا بدأت الجو فيها يتغير عكس الساعة اللي فاتت، في أمطار، فرص لأمطار متوسطة ويمكن أكتر من كده زي ما هو واضح قدامي. الإسماعيلية وبعتقد الجو يعني بيبدأ يهدى من فوق ولحد تحت بتوصل السحب والأمطار، يعني بتنتقل من هنا لتحت بقى. إسماعيلية ما فيش فيها فرص للأمطار خالص، توقفت فيها الأمطار. الزقازيق فيها الأمطار بشكل كبير جدا، بل وفي سحب، الجو مغيم كده زي ما ممكن نقوله بالعامي. بورسعيد متوقف فيها الأمطار، كفر الشيخ توقفت فيها الأمطار والطقس أو الموجة السيئة، واسكندرية تشوف فيها الوضع صافي تماما، ده الساعة 6 مساء. أما الساعة 7 مساء الجو هيكون شكله إيه في القاهرة؟ الجو في القاهرة يمكن الأمطار بتزداد شدة أكثر زي ما بشوف قدامي، نسبة 9 ملي دي نسبة الأمطار، ودي نسبة عالية جدا زي ما قلت، في يمكن صفاء تام في اسكندرية، في كفر الشيخ، بورسعيد يعني نسبة ضئيلة جدا للأمطار. كل المناطق دي تقريبا الدنيا فيها هادية جدا، لكن دمياط عليها أمطار وتكتلات للسحب. بكرر تاني، القاهرة الطقس بدأ فيها يكون أكثر شدة. الساعة 8 مساء خلينا نشوف العاصفة الرعدية ممكن تكون وصلت لإيه. طيب اسكندرية الجو هادي، بنها الجو متوسط، في أمطار متوسطة، إسماعيلية الجو أكثر هدوءا مما كان عليه في الساعات الماضية، كفر الشيخ مفيش أي أمطار أو أي عواصف، وطنطا نفس الكلام، دمياط الجو فيها أصبح هادئ تماما، والفيوم، السويس، العين السخنة بدأ يكون فيها شوية برودة في الجو ورياح وتكتلات للسحب، أعتقد أنها تفصح فيما بعد عن جو يمكن مش مستقر قوي. ننتقل للساعة 9 مساء على محافظات الجمهورية، النهاردة الثلاث هيكون شكله عامل ازاي؟ القاهرة ابتدى يبان فيها اعتقد من الساعة 9 مساء، اللي عنده مواعيد، اللي عنده مشاوير، اللي يقدر يوقفها يوقفها، لانه واضح هنا قدامي عواصف رعدية شديدة جدا، نسبة الامطار عالية جدا على كل ارجاء القاهرة، واعتقد انها تكون اكتر زي ما هو واضح قدامي لاهل التجمع، اهل اكتوبر، أهالي الشروق، هيكون النهاردة البرد والرعد والأمطار عالية جدا جدا، فاللي عنده مشاوير يقدر يأجلها يأجلها. إسماعيلية الطقس هادي جدا، مفيش نسبة أي نسبة لوقوع أمطار، ده الساعة 9 مساء. بكرر تاني، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، الجو هادي، كل دول، كل المحافظات اللي بقولها دلوقتي أجواءهم هادية تماما. بورسعيد في نسبة أمطار رجعت مرة أخرى، أمطار متوسطة بالمناسبة مش خفيفة، وإسكندرية بتنعم بطقس هادي تماما. العين السخنة مستمرة في التكتلات بتاعة السحب، لكن مفيش أمطار. بنوصل معاكم للساعة 10 مساء والجو بيبدأ يتأخر أكتر وبتزيد البرودة. القاهرة بيبدأ فيها الأمطار تقل شوية، لكن الأمطار مستمرة، لازال كل أهالي الدلتا بينعموا بطقس هادي جدا. اسكندرية ما فيش فيها أي عواصف، ودمياط يمكن هي الوحيدة اللي فيها
عواصف رعدية وفيها أمطار شديدة جدا. أهالي دمياط خلي بالهم الساعة 10 مساء الطقس هيكون يمكن أكثر صعوبة، بالإضافة لأهل الإسماعيلية. الإسماعيلية رجع تاني من الجو الهادي لعواصف وأمطار قاسية جدا زي ما هو واضح قدامنا في الشاشة. العين السخنة واضح قدامي يعني شوية رياح على مفيش أمطار لكن تكتلات سحب. وبنوصل معاكم أخيرا للساعة 11 مساء. يا ترى الجو هيكون عامل ازاي في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ أولا القاهرة مستمرة في الأمطار، لازال الطقس في كل المحافظات المحلية وكفر الشيخ واسكندرية الزقازيق كلها بيدعموا بطقس كويس. أما بورسعيد أما دمياط أما الإسماعيلية، الإسماعيلية الأمطار فيها أكثر هدوءا من دمياط ومن بورسعيد، الأمطار فيها أكثر، الرياح فيها أكثر، والعين السخنة يمكن فيها شوية عواصف أو رياح. طيب احنا بنوصل معكم للختام، اعتقد دي كانت جولة سريعة جدا من الساعة واحدة من الوقت اللي بنطلع معكم فيه ونسجل معكم فيه هذه الفقرة حتى الساعة 11 مساء لطقس النهاردة على جميع محافظات الجمهورية. اتمنى انها تكون فادت حضراتكم، واهالي كل محافظة ياخدوا الحذر حسب شرحنا للاجواء لطقس اليوم. شكرا للمتابعة والى اللقاء.